السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته أستاذ حذيفة. كيفك صديقتي الشيخ؟ الحمد لله، حيا هلا وأهلا وسهلا بأهل العراق، رأينا إشارتك. دائما هيك مهور، حياك الله. فضيلة الشيخ، هناك نحن نعاني من أهل السنة والجماعة في العراق من بعض شبهات الرافضة، يقولون بأن الذي أمر نساء النبي بالحجاب هو سيدنا عمر كما ورد في صحيح البخاري، هل هذا صحيح؟ طيب. أما فضيلة الشيخ، المسألة الثانية أنه روي أنه في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وابن أبي كعب. يعني هذه اللجنة هي التي وضعت والتي أمر بها عمر بوضع القرآن، فهذه مشكلة. إذن فضيلة الشيخ، أيضا هناك يقولون بأن أمنا عائشة كانت ترضع الرجال من صدرها كما موجود في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم لموسى. هذا كلام البطالين والكذابين، هذا كلام الوضعين والكذابين. ما كانت ترضع من صدرها شيئا، هي كانت إذا أرادت أحد يدخل عليها ليسمع الحديث تجعل أحد من أهلها يعني يرضعه في قارورة ويشرب. أما هي كيف ترضع وهي ما أنجبت أصلا وليس اللبن ما ثاب في ثديها؟ هؤلاء كذبة من الروافض الخبثاء. تفضل أكمل، أنا بس أصح لك المعلومة. ذهب. معي أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي تحت أمرك. عليكم السلام وبركاته. إن أصدق الكتاب الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في مقدمة نحن نرعاها ونعمل بها ونتعبد بها، وهي حسن التعرف على الله بالأسماء الحسنى وصفات العلى. معي من؟ أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم أبا محمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، رضي الله عنك. كأني أرى فيك وجه سيدنا عمر، والله العظيم أنا مشتاق إلى رؤية الصحابة الأجلاء. يا رب يا فضيلة الشيخ، الله يدعمك. لما أورده هذا الرافضي موجود في كتبنا، وأن الشيخ الحويني قال أن الإرضاء عن طريق الحلمة وليس عن طريق القدح، موجود فيديو في اليوتيوب. قال ايش؟ قال الرضاع الكبير بس صبرا ابا محمد. ابا محمد، رويدا رويدا حتى تصل الى ما تريد وافهم ما تريد. الشيخ الحويني ماذا قال حفظه الله؟ قال بانها رضعت من الثدي. يا والدي، انا عايز اكون اخوك في الرضاعه، ارضع من امك، استلم صدر امك وارضع من حلمتها. نعم. هل توافق يا شيخ؟ نعم. هل توافق يا على سنه عمر؟ نعم حاضر. بلي ولك. انا اجيبك طبعا اجيبك. العلم لا، شوف المراه اللبيبه قالت ان الله لا يستحي من الحق، ماذا على المراه اذا هي احتلمت؟ قال الغسل اذا رات الماء. فانت تقول تريد من امي ماتت، والحمد لله انها ماتت عشان لا ترى وجوه هؤلاء. لكنني اقول يعني ساجيبك واعلمك لعلك تهتدي، ولعل من وراءك ومن بعثك يهتدي. فانتم اضل خلق الله جل في علاه واضر خلق الله على الاسلام. لكني سأجيبك أدبا طالما استلمت سؤالك، وأبين لك كيف يكون رضاع الكبير. الحمد لله أنه هو يرى فيها وجه عمر بن الخطاب، ما لعنيش ظاهرا يعني. تفضل. السلام عليكم. مع الأستاذ كمال. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ جمال. أيوة حضرتك الشيخ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. رضي الله عنك يا أستاذ جمال. أنت جمال. الله يرضى عليك، انت اجمل. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. رضي الله عنك، ربنا ينفعنا بعلمك يا رب. امين. تحت امرك، اتفضل. سمعت سؤال ان شاء الله. انا يعني مع الاستاذ مروان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ مروان، حيا اهلا باهل الشام. دائما هيك مهور الشاشه يا فضيله الشيخ. الشيخ الحويني يقول الارضاع عن طريق التقام الحلم وليس عن طريق القدح، والا انك من جاموسك اليوميه تشرب حليب جاموسك. انا اقول لك يا شيخ، اليوميه تشرب حليب جاموسك. انا ساسمع منك ساسمع منك. سأجيب. بل الالباني متى تجيب؟ ايها الاردني، ايها الاردني، متى تجيب يا اغم؟ يا اغم متى تجيب؟ انا ساجيبك. متى تجيب؟ لا كذاب، انت لا تجيب عن طريق الحلم يا رجل. طيب خلاص خلصت؟ ليش قطع الرجل؟ طب ما فوق الحلم يعني هو اللي قطع من نفسه. ها
هو شغال مكنة عشان بس يتكلم الكلام ده ويقول للرضاعة من الحلمة. طب يعني ايش فيها هذه؟ ولو الرضاعة من الحلمة ايش فيها؟ وبعدين ما قال الحويني ده الألباني عندكم يا غبي يا جاهل يا رافضي يا خبيث. الألباني قال بذلك ونحن نخطئ الألباني فيما قال. الألباني مش الحويني بقى، ده الألباني نفسه مجدد لهذه الأمة عبر دينها هو الذي قال بذلك. ويأخذ من كلام ابن حزم على أنه المقصد ما دام قد أبيح فالوسيلة إليه مبيح. وسأبين لك أصوليا أن هذا كلام خطأ، لأنكم يعني جهلة، ومع الجهلة حقدة، ومع الحقد يعني قلة الأدب وأصول متخلفة ومباينة للإسلام، وعندكم عداوة للسنة، فأنتم أصلا الشياطين تقبل أيديكم على ما أنتم فيه. ومع ذلك سأجيب وأبين الجهل المركب الذي أنتم فيه. نفسي في معمم يعني يكون متخلف من المتخلفين الذي يقودكم هو اللي اتصل ويتكلم حوار علمي لننظر ما عندكم يا جهلة. ومع ذلك سأجيب. مع الأستاذ حسن. وبعدين ده البداية منور الشاشة وحبيبي يا وجه عمر، ايه الكلام الجميل ده؟ ده لازم تجيبني صح كده في هذا البداية. تفضل أستاذي. ايه الاخبار يا سيدنا؟ والله الحمد لله يا استاذ حسن، ادينا بنبتلى بالمتخلفين واحد فوق الثاني. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا سيدنا. رضي الله عنك. احنا يا رب. امين. مرني من العراق. حذيفة من العراق طبعا تكلم معي على انني صحابي انشق القبر منه، هو طبعا بياتيني عشان يتكلم. يقول طيب عمر الان هناك عندنا الناس ماتوا، الحلقه بتاعت يوم السبت قتلتهم خلاص، ده صراخ وصل للسماء. والله لا أضغط عليكم حتى لا أجد صراخا ولا نفسا ولا حياة، ويقضي الله عليكم بإذن الله وأنا خلفكم حتى تموتوا، لأنكم أضر خلق الله على الإسلام وأضل خلق الله. يعني ألا تهتدوا؟ ألا تتقوا الله ربكم؟ ألا تسمعوا؟ لعل الله جل وعلا يجعل في قلوبكم الخير فينقذكم يعني العلم من الخلود في النيران. أنتم كفرتم بالله ورسوله، أنتم لعنتم أبا بكر وعمر، أنتم اتهمتم عائشة واتهمتم فراش النبي، يا أخبث خلق الله وهي الحصان الرزان. هو يقول دلوقتي عمر بن الخطاب يعني بشبهات الروافد، إيش بقى شبهات الروافد؟ هو اللي أمر نساء النبي بالحجاب. أيها الغبي تعلم، لو تسأل وتتعلم تفوز. يعني أنت الآن تقول بأن نساء النبي كنا متبرجات وجاء عمر يأمرنا بالحجاب، أيها المتخلف، ها يا متخلف. مسألة الحجاب على الجميع، على الجميع، ألا يسألنا أزواج النبي إلا من وراء حجاب، إلا من وراء حجاب. ولذلك أنس كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متسترات. ولذلك سودة بعد نزل يدنين علينا من جلابيبنا كلهن كنا يرتدين النقاب. عمر لما وجد سودة خرج تغدى حجاب قال إلى أين؟ إنا قد عرفناك يا سودة، حتى لو مغطاة إنا قد عرفناك. فأنزل الله تعالى لهن الرخصة يذهبن لقضاء الحاجة. عمر وافق ربه جل في علاه في مسألة الحجاب. وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال لأنه يدخل معك من يكون مؤمنا مخلصا، من يكون فيه ما فيه من الرياء والسمعة والنفاق، فاحجبهن عن الناس، ما أحد يدخل معك يا رسول الله. فأنزل الله جل في علاه وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. لا كما تعرضون به يا أخبث خلق الله. هل النبي كان ممكن يتزوج متبرجات؟ يا أخبث خلق الله، يا أغبى خلق الله. عمر وافق الله جل في علاه في قوله وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال خذ القرآن من أربعة. أبو عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ماله من القرآن أصلا؟ عمر بن الخطاب ماله من القرآن؟ يا جهلة. الذي جمع القرآن هو أبو بكر. جاء حذيفة إلى عمر قال استحر القتل في القراء، قال ما نفعل؟ قال جمع القرآن، قال كيف نفعل أمر لم يفعله رسول الله؟ وهذا يا أغبياء كونوا سعداء، هذا اسمه المصالح المرسلة. من عيون مقاصد الشريعة النظرة المصلحية لا يفهمها أمثالكم، لا يفهمون هذا. هذا تقعيد أصولي عام من أجل الحفظ العام. وهذا فعل النبي، ألم يأذن النبي بكتابة القرآن ونهى عن كتابة أي سنة مع القرآن حتى لا تختلط؟ نفس الأمر. فلما جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال له استحر القتل في القراء،
فقال ما نفعل؟ قال نجمع القرآن. قال نفعل. كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فماذا ما زال وراءه عمر يبين له أن هذه نظرة مصلحية توافق وتنصب مع 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 مقاصد الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نوافق النبي لا نخالفه، حتى جمع القرآن. ثم جاء عثمان وله المنة على هذه الأمة، فجمع كل ما جمع أبو بكر في على مصحف واحد، وهو مصحف عثمان الذي بين أيدينا بالرسم العثماني الآن. وقال بقى هل أمنا عائشة كانت ترضى؟ يعني أنتوا شغالين أنتوا التلاتة كأنكم أدوار متنقلة في المسرح، ثلاثي أضواء المسرح جايين لي، واحد بيقول والرضاء وعمر قال بالرضاء وأمنا عائشة ترضع الرجال من صدرها. يا خبيث يا ابن الخبيثة، يا خبيث يا ابن الخبيثة، هل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعلت ذلك؟ هل في سند على ذلك؟ هل أنجبت من النبي؟ يا خبيث يا ابن الخبيثة، ها؟ وهل هي أصلا تفعل ذلك مع الرجال الكبار؟ لكن الإشكال كل إشكال عداوتكم لعائشة، وأنتم يعني قد اتهمتموها في شرفها، فضرب الله بكلامكم عرض الحائط، وكانت النكاية عظيمة عندما أنزل قرآنا يتلى من فوق سبع سماوات إلى يوم الدين ببراءة الحصان الرزان، أولئك مبرؤون مما يقولون، المنافقون يقولون ذلك. ولذلك النبي تهلل فرحا ودخل على عائشة وقال لها أبشري إن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. ولما كانت على فراش الموت دخل عليها ابن عباس يرجيها في ربها، قال أبشري أنت طيبة صديقة بنت الصديق، أنت حبيبة رسول الله، والنبي لا يحب إلا طيبا، أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. يا أخباس يا أنجاز تتكلمون عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وبعدين هل عائشة حملت وولدت فساب اللبن يعني في صدرها؟ يا أخبث خلق الله، المسألة أن عائشة كانت إذا أرادت أحد يدخل عليها أنها كانت ترى رضاع الكبير، ونحن نقول لك يا غبي، رضاع الكبير مسألة فقهية مذهبية فيها خلاف، أزواج النبي كلنا يقولن بأن رضاع الكبير لا يحرم. طيب وعائشة تقول لو كان لا يحرم كيف شرعه الله جل في علاه لحذيفة، لسالم مولى أبي حذيفة، لما جاءت المرأة قالت كان يدخل علينا فضلا لأنه كان تبناه، وأنهى الله مسألة التبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما في تبني، إلغاء التبني. فقال كان يدخل علينا وأنا بمهنة البيت، والآن حذيفة يزمجر غيرة، فقال لها أرضعيه يحرم عليك. وده تشريع من النبي اللي قال ذلك، يا غبي يا يا يا, يا أيها 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 الخبيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، خمس رضعات مشبعات يحرم عليك، أرضعيه. هنا أنا بقى عشان أريحك أنت والأردني والعراقي والكويتي وأنتم منتشرين في جميع البلاد، وما أدري كيف يسكتون عليكم أهل السنة والجماعة، يا أخبث خلق الله، أبين لكم لتتعلموا يا أجهل خلق الله، بأنه بعض العلماء قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك أن ترضعه من الثدي. يا عمي كما قلت أنت من الحلمة الجزئية التي يكون فيها اللبن ساب اللبن، طيب أن ترضعه. العلماء قالوا ده الألباني في الأردن، أيها الأردني المغفل الألباني، والله أنت مثلك حرام يكون في الأردن، حرام يكون في الشام، نحن نفخر بأهل الشام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام لا خير فيكم، الألباني نفسه قال بذلك، قال المقصد حلال إذن الوسيلة حلال، لأن النبي قال أرضعيه. ايش بقى ارضعيه؟ طالما المقصد حلال انه يرضع خمس رضعات مشبعات فيكون حراما ويدخل ويخرج كما كان يدخل ويخرج، ولا يغار يعني حذيفه على ذلك، هنا لمصلحه شرعيه فقهيه مهمه، فقال ارضعيه. فقالوا ما دام المقصد حلالا فالوسيله حلال. اقول خطا، اخطا الالباني، اهو نحن بنخطئ الالباني، بنخطئ رجل نعتقد فيه انه مجدد هذا العصر، مجدد لأمر لهذه الأمة أمر دينها، ومع ذلك نخطئه تصريحا لا تلميحا. أخطأ الألباني في فتوى الشيخ أبو إسحاق، هذا عيوننا وقلوبنا للشيخ، ولا يتكلم في أبي إسحاق إلا من يتهم على دينه. الآن نقولها بملء فينا، كما قيل في أحمد، وكما قيل في أحمد، كما قيل في حماد بن سلمة، قالوا من تكلم حماد بن سلمة أنه كان شديد على أهل البدع فاتهموا على الإسلام، من تكلم في الألباني فاتهموا على الإسلام، من تكلم في ابن عثيمين فاتهموا على الإسلام، من تكلم في ابن باز فاتهموا على الإسلام، من تكلم في أبي إسحاق فاتهموا على الإسلام. وأخطأ أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه، وأخطأ لو أفتى بذلك وقال يرضع من ثديه، أخطأ. لما؟ لأن إحنا عندنا قاعدة أصولية، ولذلك قلت الفقه مهم جدا مع الحديث.
أرقى أرقى مراتب العلم أن تكون محدثا فقيها، ألا يفوتك من العلم شيء، وأيضا أن تكون متقنا في العقيدة، لأن انخرام الاعتقاد فيه انحراف في العلم. الآن هو قال لها أرضعي أرضعي، المرأة كبيرة ترضعه كيف كبيرة، والرجل ده رجل كبير كيف يرى ثديها وهو أصالة أجنبي عنها، الآن ليس ابنا لزوجها، كيف يراها كيف يراها يرى ثديها وهي ترضعه. هو قال الشيخ أصوليا المقصد حلال، إذا الوسيلة لابد أن تكون حلال. نقول له كلام صحيح لكنه ناقص فقها. كيف فقها؟ نقول التقعيد الأصولي هنا هذه تكون للضرورة، للضرورة لأنه خلاص صارت ضرورة، فقال إذا يراه ضرورة ويرضع منه ضرورة. قلنا من 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 تأصيل علماء الأصول يقولون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات يعمل بها بضوابط وشروط، من أهم هذه الضوابط والشروط ألا تكون الضرورة متوهمة، والضرورة هنا متوهمة. كيف متوهمة؟ قلنا من قال بأن الضرورة يأخذ من ثديها؟ ما تعصر هي ثديها في إناء، تعصره في زجاجة خمس رضعات بالمعيار، فيشرف الخمس رضعات بعد ذلك يكون قد حرم عليه، ضرورة متوهمة. يبقى إذا لو قال من الثدي أخطأ الألباني، أخطأ ابن حزم، أخطأ أبو إسحاق، أخطأوا أخطأ علماء نبلاء فوق الرأس يوضعون، ولا نقبل خطأهم بل نرد عليهم، ديننا دين لا غلو فيه، ننظر إلى العلماء لا بغلو ولا بجفو، نحترم نوقر نعظم، ولما يعني نجعل ميزان العلم حاكم عند الخطأ نقول أخطأوا، وهو دائر بين أجر وبين أجرين. يبقى إذن أيها المغفل الخبيث ابن الخبيثة اللي نتكلم عن أمنا بهذا الكلام، يا ابن الخبيثة افهم ما يكون، هو الآن الضرورة متوهمة فهي تعصر ثديها. تخيل الآن سالم مولى أبي حذيفة تعصر الثدي واللبن ينزل في إناء أو ينزل في قارورة خمس رضعات، فيشرب خمس رضعات يكون محرما عليه. شيخ يا شيخ، أيدعونني النواصب رافضية، هناني ذاك من شتم هناني، أليس الرفض حب أبي تراب، كفاني ذاك من شرف كفاني، أليس الميم ثم العين ديني، وفاطم معهما والسيداني، وإن براءتي من ظالميهم، شعاري في سراري واحتلاني. هناني والله، يدعونني ابن الناصبية رافضي، والله هنيئا لي. يا شيخ يا أغم، ما جاء في أن عمر قد أمر نساء النبي بالحجاب، وأنه وافق الله سبحانه وتعالى في ثلاث مواضع، طبعا صحيح البخاري الطبعة المنقحة الطبعة الحجرية الأصلية، في فرض الصلاة، في باب ما جاء في القبلة، ومن لم يرد الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله. طبعا عن كذا قال عمر كذا، وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، فقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يتحجب فإنه يكلمهن البر والفاجر، يعني شنو؟ ما كان المحجبات ليس كما ذكرت وادعيت وافتريت، وكان يكلمهن البر والفاجر. من كان البر والفاجر؟ يعني ذول المهاجرين الأنصار كانوا يدخلون على نساء النبي يكلمونهن، أو من الصحابة هؤلاء البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. طبعا هنا الحديث مكذوب، نعلم من نساء النبي، لكنهم يفترون على نساء النبي ويقولون إن نساء النبي لم يكن محجبات، وحاشا لله وحاشا لرسول الله. شوف الآن من يطعن برسول الله؟ من يطعن بعرض رسول الله؟ أما ما أدعيت أيها الشيخ الكذائي في قضية إرضاع الكبير، أولا اعترفت بأن الحويني والألباني كانوا يقولون بأن الرضاعة شنو؟ منين؟ من الحلمة مو من القدح كما تدعي. وطبعا يستطيع أي شخص أن يكتب في اليوتيوب ويرى رأي الحويني، وقال بأن إذا كان من القدح فكلنا أبناء جاموسة أبناء بقرة، لأن كلنا نشرب بالقدح حليب البقرة، ورأي صحيح طبعا حسب الدعاء. طيب أنت يا شيخ قلت بأن من يخطئهما فهو كذا وكذا وخرجته عن الإسلام، وأنت خطأتهما،
قلت انهم اخطأوا في هذه المسألة. بدل ما تشتمني وسبية كان اولى بك ان تشتمهم، لان هم قالوا ان الرضا عن طريق الحلمة، وكما انك ادعيت بان عائشة مو هي كانت تؤمر اخواتها وبنات اخواتها. لا، انا قلت لك في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 622، والان المصدر امامكم، وشيخ اخر يعترف بان عائشة هي مارسة ارضاع الكبير من صدرها مو عن طريق القداح. الآن يا شيخ يا جاهل، ما أريد أطيل في الفيديو لأن صار طويل الفيديو، لكن أقول الله يطيح حظك، والله العظيم أردت أن تفضح فافتضحت، أردت أن تبرر فأخزاك الله يا ناصبي، لعنك الله. هذا دينك، هذا دربك، ذبح تفجير وقتل، كفرت كل البرية، عاد كافي ما تمل، عايش بعمق البداوة وساكن بفكرك جهل، لا عقل عندك وعندك جايز يرضع الرجل، شوف وتعقل بكتبك تأمل، عاقل وباطل صاعد ونازل صاير رياضي. نعم مشي ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. قال كانت عائشة ترضع شباب قريش، هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.